ساعات قلائل ونختتم هذا المؤتمر المهم، المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء، والذي يعقد تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وهي أكبر مظلة والمظلة الوحيدة للمفتين حول العالم. عندنا أكثر من 50 عضو الآن. نختتم هذه الجلسات، وختامها سيكون مسك بإذن الله تعالى، برسالة مهمة من ضيوف الوفود التي شاركت في المؤتمر. أكثر من 85 وفد شاركوا على مستويات مختلفة، وهذه الوفود سترسل رسالة دعم وشكر وتقدير وامتنان لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تمر به مصر تحديدا من تحديات. ستكون كلمة قوية من علماء الأمة الإسلامية الذين اجتمعوا في رحاب مصر الكنانة، مصر الأزهر، مصر الحضارة. إن شاء الله أنا أعتقد أن هذه من الثمار المهمة لهذا المؤتمر، لأن نحن نعلم أن مصر تمر بتحديات كثيرة، ورسالتها لابد أن تصل إلى الجميع. من المبادرات المهمة أيضا في هذا المؤتمر، سنعلن بإذن الله تعالى عن يوم عالمي للفتوى والإفتاء حول العالم، سيكون على غرار الأيام العالمية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة. سأزور بإذن الله تعالى الأمم المتحدة قريبا، وأعرض فكرة أن يكون هناك يوم عالمي للفتوى. في هذا اليوم العالمي تم اختياره 15 ديسمبر من كل عام، ولماذا؟ لأنه هو اليوم الذي أنشئت فيه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء العالمية، بحضور أكثر من 23 في هذا الوقت 23 مفتي، الآن أصبحت العضوية أكثر من 50، وقبلنا أعضاء آخرين ما يقرب من 10، يعني عندنا 60 عضو. سأزور الأمم المتحدة قريبا، وسيكون هناك بعض الفاعليات التي نقترحها، مثلا في قضية التعريف ونشر الوعي بالفتوى الصحيحة، التحذير من الفتاوى الضالة والمضللة، إلقاء محاضرات وأفلام تسجيلية عن الفتوى، وتبادل المعارف والخبرات.